لعل الحديث عن الحرب في اليمن أو الحرب على اليمن في الأدق هو حديث مؤلم، على اعتبار أنها الحرب الأطول في المنطقة، والتي لربما هي حرب نتمنى أن تنتهي، وكل من يحب السلام والخير لهذه البلدان في المنطقة يتمنى أن تنتهي، ولكنها يقينا حتى لو انتهت فإن آثارها وانعكاساتها ستبقى لربما لعقود. مثل ما ذكرتم، نعم، لأول مرة قد تكون الحالة أن يقود بلد ينتمي إلى الجامعة العربية تحالفا كان منطلقه تحالف عربي ثم تحول إلى تحالف دولي إسلامي، ويذهب إلى حرب بلد آخر، بلد جوار بالنسبة له. وهذه الحرب بمنطلقاتها، نعم، كانت يتصور على الأقل من قاد هذا الحرب وهو السعودية أن الأمر لن يستغرق سوى أسابيع، وهذا الأمر أعلن في حينه بأن هذه الحرب والتحالف سينجز أهدافه في خلال أسابيع. وكان الأهداف المعلنة لعله هي ما يسمى بعودة الشرعية، ولكن في واقع الحال هو كان يراد، مثل ما ثبت بعد ذلك، يراد فرض الإرادات وأن يعود اليمن بقرار السياسي.